حقيقة أنا سمعت جزء من ما تحدثت به حضرتك. نعم نعم. وهو هذه الحقيقة المرة اللي عانى من عدها المواطن. اليوم إذا أريد نتابع منذ الموازنات الانفجارية. نعم. يعني على سبيل المثال إذا أخذنا موازنة 2011 2012 2013 هذه موازنات انفجارية كان فيها على سبيل المثال بغداد في إحدى هذه الموازنات وصلت أكثر من مليار دولار، وكان بالإمكان أن مو نعمر هذه المناطق فقط، نبني بغداد أخرى ونحل أزمات عديدة يعاني من عدها المواطن. حلو الكلام. خلينا نتكلم بالمشاكل اللي نعاني من عدها الآن. اليوم في تخصيص موجود هسه على الأقل في موازنة 2001 في هذه الموازنة اللي قريناها. شيل على هاي الموازنة. نعم. خصصنا لكل المشاريع المستمرة وخصصنا لمشاريع ضرورية تحتاجها المحافظات. نعم. صح هو مو بالمستوى المطلوب وما يلبي الطموح والاحتياجات كبيرة، لكن حتى في موازنة 2019 كان هنالك خلل. نعم. في إكمال المشاريع، وكان هنالك خلل في إعداد المشاريع، وكان هنالك خلل في كل الحلقات اللي على سبيل المثال من نلتقي بالمحافظين ليش مشاريعكم ما كاملة. طيب أنا حتى نستثمر الوقت سيد علاء، اليوم ميزانية 21 شنو الإجراء اللي راح يصير؟ شنو الخطط؟ أكو استراتيجية معينة مشخصين بعض الحالات بشكل مختصر؟ نعم. أي يعني احنا هسه ربما سائل يسال ليش الموازنه تاخرت في مجلس النواب؟ لان كان هنالك اجتماعات مستمره مع المحافظين وكان تحديد نقاط رئيسيه. اليوم اذا تروح اغلب محافظاتنا نعم ابسط الخدمات والحقوق هي المجاري ما بها، على سبيل المثال الحله مجاري ماكو، الناصريه كذلك اغلب مناطقها البنى التحتيه ما موجوده في هذه المحافظات. صح. لذلك كان تخصيص مالي، يعني اكو مشكله حقيقيه، اكو مشكله عند المحافظين، اكو مشكله بوزاره التخطيط، اكو مشكله بالماليه بصرف التخطيطات. نعم. يجب ان تعالج، يجب ان تعالج من قمه الهرم من الحكومه. احنا ما نضل كل سنه نرمم شيء قليل، اليوم اكو نواحي واقضيه بعد 20 موازنه ما يلوحها السره مثل ما نقول. احسنت. خدمات.